يعني بالتأكيد، وهذا هو لب القصيصة بلاد. يعني لاحظي لدى الأخوة الشيعة مراجع كثيرة، هو المرجع كيف تعرفينها حقيقة بالراتب الذي يقدمه لطلاب الدراسات الدينية. لهذا السيد السيستاني حاليا هو أكثر، يعني الراتب الذي يدفعه السيد السيستاني في قم هو أكثر من ما يدفعه جميع المراجع، يدفعه جميع المراجع الآخرين. وهذا المرجع القوي، صحيح هناك أمور فقهية، مثلا أن يسمح مرجع معين أن يسمح السيد الخامنائي كرجل دين لمقلديه من العراقيين باتباع السيد السيستاني في الأمور الخاصة بالعراق، وحقيقة الأرقام حوالي 30 أو 36% هذه الأرقام هي التي تدعيها الأطراف العراقية الموالية لمبدأ ولاية الفقيه. لا ليست صحيحة، هذه مبالغة، إذا ليست صحيحة. هم يعني ممكن أن تنفيها، ممكن تكون الأرقام قريبة من بعضها أم لا، لكن في كل الأحوال أتباع الولاية الفقيه في العراق يدعون بأنهم حوالي 36 منهم يتبعون مرجعية آية الله خامنائي، وهؤلاء مؤثرون. يعني سواء كان الرقم 36 أم لا، هؤلاء هم لا 36% من الشيعة. نعم، من الشيعة مو من الاحزاب. من الاحزاب ممكن 50% 60%، ممكن 100%. استاذ احمد، ليكمل الاستاذ محمد وسأعطيك الوقت بالاجابه. اخوي تفضل استاذ محمد. 36، الرقم 36% هذا ما ينص عليه أتباع ولاية الفقيه أو القريبون من السياسة الإيرانية في العراق. نعم. إن صح الرقم أم لا، أم كان أقل أو أكثر، لكن في كل الأحوال التابعون لمبدأ ولاية الفقيه هم الأغلبية، من حيث هي الأقوى، هي التي تحكم في العراق. طيب، وهؤلاء يخافون من أي لقاء بين السيد الصدر والسيد السيستاني، لأنه السيستاني في كل أقل ما نقول نستطيع أن نقول عنه أنه لا يريد أن يكون على مبدأ ولاية الفقيه، بالتالي العراق ليس ساحة لإيران. فالطرفان يلتقيان في هذه النقطة، وهذا ما يجعل الأطراف الأخرى التي جمعها الضابط الإيراني ضمن إطار واحد. نعم. بالتأكيد لهم الخشية من هذا اللقاء. وصلت بين الفكرة أستاذ محمد. الطرفين. نعم.